نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وكشف عنها الغمة ومحى الظلمة وأنار السبيل وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ونحن على ذلك إن شاء الله من الشاهدين. أما بعد، أيها الطلبة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه المحاضرة الثانية من شرح المنظومة الجزرية للإمام العظيم محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري. وقد شرحنا في الفترة الصباحية المقدمة، وشرحناها بشيء من الإيجاز، ثم دخلنا في مخارج الحروف، وقلنا أن المخارج جمع مخرج، ومعناه هو الحيز الذي يخرج منه الحرف. وبدأنا في بيان بعض المخارج كمخرج الحلق، بدأنا عفوا بالجوف، وقلنا أن الجوف له ثلاثة حروف تخرج منه، وهي الألف المدية وأخواتها. ولذلك أشار الناظم رحمه الله فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي. وقلنا أن الألف يكون حرف مد فقط، أما الياء والواو فهما حرف مد ولين. وأيضا ذكرنا أن الألف والواو والألف ينتهي بانتهاء الهواء، ولذلك أشار الناظم رحمه الله حروف مد للهواء تنتهي. ثم شرع في بيان حروف الحلق الستة، وتسمى الحروف الحلقية، والمقصود بذلك الحروف التي تخرج من الحلق، وهي الألف والواو، وهي الألف همز فهاء، والعين والحاء، والغين والخاء، ستة حروف. والإمام ابن الجزري رحمه الله قسم هذه المخارج الستة، أي الستة حروف، قسمها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول وهو أقصى الحلق، وإليه أشار الناظم رحمه الله ثم لأقصى الحلق
همز هاء. أما في وسط الحلق فهناك حرفان اثنان وهما العين والحاء. أما أدنى الحلق وهو الغين والخاء. وضربنا مثالا على حرف العين فقلنا أن مخرجه وسط الحلق، وسط الحلق، ولا ينبغي للقارئ أن يجعله أو يجعل مخرجه مشتركا مع الخيشوم، فتكون أو يكون نطقه لحرف العين نطقا خاطئا عا. بعدما تكلمنا في الحلق وحروف الحلق سنشرع بإذن الله عز وجل في هذه الأمسية في بيان الحروف التي تخرج من اللسان. واللسان هو أكثر الحركة بالنسبة للفم، فهو يتحرك كثيرا، ولولا وجود اللسان لما استطاع أحدنا أن يتكلم. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وفي الحديث الآخر الصحيح: وهل يكب الناس على مناخرهم، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، أي ما تحصده ألسنتهم. إذن اللسان له عمل كبير بالنسبة للفم أو الفك، له عمل وله شغل كبير. واللسان لا يتوقف من الحركة، دائما له دور كبير في النطق بالحروف. الناظم رحمه الله قال: أدناه غين خاؤها والقاف. فنقول أن القاف ليس مخرجه من الحلق. ربما يفهم بعضكم فيقول أن حرف القاف مخرجه من الحلق، فالناظم رحمه الله لم يجعله من الحلق، وإنما قال: أدناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان، أقصى اللسان فوق. إذن اعلم أن اللسان له 18 حرفا. انظروا، النصيب الأكبر أخذه من اللسان، 18 حرفا أخذها اللسان، وستة للحلق 24، وحرفان للغنة النون والميم، والواو والواو والباء من الشفتين. العدد كم يصبح؟ كم؟ 28 حرفا. الحرف 29 هو الهمزة، الهمزة. إذن اللسان كم له حرف؟ 18 حرفا. أول حرف هو القاف. القاف مخرجه من أقصى اللسان وما يحاذيه من الحنك الأعلى. نبه أو نوه عليه بقوله: والقاف أقصى اللسان فوق. إذن من أقصى اللسان
وما يحاذيه من الحنك الأعلى. هذا هو الذي يجب أن تحفظ. إذن ق ق أق. والعلماء قالوا إذا أردت أن تعرف مخرج حرف ماذا تفعل؟ سكنه حتى تعرف مخرجه. أق أق. رأيتم اللسان؟ لو مثلا لا تنطق باللسان، امسك لسانك وانطق القاف، هل تستطيع؟ قا لا تستطيع، يكون عندك صعوبة. ولذلك القاف يعني نقول أن القاف يكون في أقصى اللسان تحت، قا 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 هكذا، وليس من الحلق. طيب، ثم الحرف الآخر الكاف. ويقال لهذين الحرفين الكاف والقاف الحرفان اللهويان، يعني بعدما تكلمنا على القاف نذهب إلى حرف الكاف ويسميان باللهويان. والكاف من أقصى اللسان أيضا، لكنها أسفل من القاف، أسفل ك إك إك. طيب، أشار إلى ذلك بقوله والكاف أسفل، ها أقصى اللسان فوق، اللسان فوق والكاف أين؟ أسفل. طيب، إذن عندك أقصى اللسان يخرج منه حرفان هما القاف والكاف، ولكن القاف فوق والكاف أسفل. احفظ هذا جيدا، عندك حرفان يخرجان من أقصى اللسان وهما القاف والكاف، والقاف فوق والكاف أسفل. ها أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل في المتن. طيب، وقلنا أن هذان الحرفان يسميان لهويان لأنهما يخرجان من آخر اللسان عند اللهاه. وتعرفون ما هي اللهاه أو اللهاه؟ هي اللحمة المشرفة، فيه لحمة مشرفة لو تنظر تجدها صغيرة، لحمة صغيرة، وهي اللحمة المشرفة عند الحلق. رأيتم؟ هذه اسمها ماذا؟ اللهاه أو اللهات أو اللهات، وفي بعض اللغات يقولون اللهات، ولكن هي تسمى اللهات، هي لحمة صغيرة. ماذا تسمونها في أندونيسيا؟ أماندل. المهم اسمها في العربية اللهات، في العربية الفصحى اسمها اللهات، وهذه لحمة صغيرة عندها دور، أيضا عندها دور ما وضعت هناك فقط، اللحمة الصغيرة هذه. إذن القاف والكاف من أقصى اللسان، إلا أن القاف أعلى أو فوق واللسان والكاف أسفل. مفهوم إن شاء الله؟ طيب، الآن نريد نطبق مع بعض الطلاب بالنسبة لحرف القاف والكاف، ولكن نريد الطالب يأتي هنا. لا طيب اجلس هناك، لا بأس. نعم. طيب، الذي بعده الكاف.
كيف؟ ماذا تنطق؟ أي حرف؟ قا قا. وكذلك هنا في أندونيسيا يقولون قا قا قا، ينطقونها من الخيشوم، وهذا خطأ. قا 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 قا. نعم. طيب عفوا، حرف القاف عند الفتح نقول أنه يخرج من أقصى اللسان، أقصى اللسان فوق، هذا اتفقنا عليه. ولكن هل يتغير حرف القاف عند السكون؟ نقول لا يتغير إلا قليلا، ولكنه يصبح حرفا مقلقلا. هنا ندخل في صفات الحروف التي ستأتي إن شاء الله. إذا قلنا حرف القاف من أقصى اللسان فوق، من أقصى اللسان فوق أو ما يحذيه من الحنك الأعلى، هذا مخرجه، فنقول أن القاف إذا كان ساكنا يتغير بالنسبة لصفة الحرف، فيصبح حرفا مقلقلا، وجب تفخيمه عند القلقلة. اقتربت الساعة هكذا. إذن الكاف عند الكسر يشتبه بالقاف، ولذلك قال العلماء رحمهم الله: لو كانت القاف كافا لكانت الكاف قافا، ولو كانت الكاف قافا لكانت القاف كافا. هكذا، من يستطيع يعيد هذا الكلام؟ إذن القاف قريبة جدا من الكاف في المخرج، وعند الكسر يشتبه الحرف. وعند كثير من الناس في بعض الدول الأخرى مثلا يقول: المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، فلهجته أنه لا يستطيع ينطق القاف، فينطق القاف كاف لأنه قريب، يقول المستقيم، ولكن الأصل أنه ينطق المستقيم. لا تكون كاف ولا تكون قاف، ولا تكون مثلا قي، والذي يقرأ مثلا فيقول اهدنا الصراط المستقيم، إذا قلت له لماذا؟ أقول لك أنا أخرج الحرف من مكانه الصحيح، أخرج الحرف من مكانه الصحيح وهو أقصى اللسان أسفل فوق، عفوا فوق، وهذا خطأ. إذن اهدنا الصراط المستقيم، قي قي قي، وليس المستكيم. عندما تنطق الكاف تقول وكان الله عليما حليما أو حكيما، وقال الله وقا قو قي 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 هكذا، كا كو كي كا كو كي. إذن لا تقول كا كو قي، لا، قا قو قي كا
يبكي هكذا. مفهوم إن شاء الله؟ طيب. ثم قال الإمام ابن الجزري أسفل، بداية البيت بدأت بأسفل، هذه أسفل تابعة لي الكاف. طيب. ثم اللسان عنده كذلك أقصى، وعنده أسفل، وعنده وسط، وعنده أدنى أيضا. اللسان أيضا عنده كما للحلق. والوسط، ما هو المقصود بالوسط؟ الناظم رحمه الله أراد من قوله والوسط، وليس الوسط، كثير منكم يحفظ يقول أسفل والوسط، غلط. أسفل والوسط، والمقصود هو وسط. وسط ماذا؟ اللسان. وسط اللسان. والوسط فجيم الشين ياء، يريد أن مخرج الجيم والشين المعجمة أي المنقوطة والياء المثنات، هذه الحروف الثلاثة الجيم والشين والياء، كم حرف؟ ثلاثة. هذه الحروف من أين مخرجها؟ مخرجها من وسط الحلق، من وسط وسط اللسان وما يحاذيه من الحنك الأعلى، الجيم والشين والياء، ثلاثة حروف تخرج من وسط اللسان وما يحاذيه من الحنك الأعلى. طيب نطبق الآن. هو ليس المراد أنك تعرفها، ولكن الغاية من دراستنا لمعرفة المخارج هو تطبيقها، وهذا هو الأصل، التطبيق. النظري ممكن واحد يذهب يحفظ مثل الجزرية فتسأله فيجيب، ولكن إذا قلت له طبق لا يستطيع. عندما نقول الشين وهو الحرف الأول الذي بدأ به ابن الجزري، والوسط فجيم، الحرف الأول هو الجيم، حرف الجيم، أج 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 ولا نقول إج، هذا جيم خطأ، ليس صحيح هذا الجيم، الجيم خاطئ. والجيم كما كان يقول فضيلة شيخنا الشيخ علي النحاس، كان يقول حفظه الله ورعاه وأطال في عمره ومد في بصره، كان يقول الجيم ثلاثة أنواع عند العرب. هناك الجيم القاهرية، وأهل القاهرة لا ينطقون الجيم جيم، وإنما ينطقونها جيم، جي جي. وإخواننا من أهل اليمن قال، يقول قال قالت، وعندنا كذلك في لهجتنا نحن عندنا في الجزائر في منطقتنا، لأن هؤلاء أتوا من اليمن وفتحوا، أصولنا طبعا كلها إلى هناك، فما زالت لهجتنا تماما. مثلا أتكلم مع أبي يقول لي مثلا على شيء، يقول لي ماذا، إيش قال لك، ماذا قال لك، إيش قال لك، فهو ينطق القاف، ولكن الجيم في القاهرة يقولون جاء، نحن نقول قاف جاء، ولكن في مصر في القاهرة يقولون جاء. الأستاذ أنت كنت في مصر، يقولون جاء،
حتى أنني سمعت قارئا يقرأ في مصر هكذا يقول: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، فغلب لهجته على الحرف، غيره. وانظروا أيها الإخوة، تغيير الحروف هذا يغير المعاني. حتى أن عندي شيخ كنت أحفظ عليه القرآن، فيغلب اللهجة في قراءتي للقرآن، يقلب الغين قاف، غيري يقول قيري، فلما يقرأ هو أغنى وأقنى يقول أقنى وأقنى. نعم، سبحان الله، يقلب، يغير الحروف. نعم، فهذا يعتبر خطأ، يعتبر خطأ. هو أغنى وأقنى، أغنى لها معنى وأقنى لها معنى. أقنى أفقر، أغنى يعني أغناك بالمال وأغناك بالعلم، لا نقول فقط هذا غني، إذن هو غني بالمال ما شاء الله. ولذلك الإمام الشاطبي قال: وأغنى غناء واهبا متفضلا، وهو القرآن، وخير جليس لا يمل حديثه وترداد يزداد فيه تجملا. القرآن هو أغنى غناء للإنسان، هو أغنى غناء. فنقول هذا رجل غني بالعلم، ليس الغنى هو غنى المال فقط، وإنما الغنى يدخل فيه كثير من الأشياء. هذا غني بالعلم، أي عنده علم غزير. نعم، وأغنى غناء واهبا متفضلا على القرآن. نرجع، هذا الحرف بالنسبة للجيم في القاهرة يقولون جاء، أن جاءه الأعمى مثلا. هناك الجيم الأخرى هي الجيم المغربية التي ينطقها أهل المغرب عموما، أهل المغرب عموما، لأن هذه البلاد تسمى كلها بلاد المغرب كلها. والعلماء قديما لما كانت بلاد المغرب مليئة بالعلماء الكبار، وكانت لها علاقة بالأندلس، والبلدان التي تسمى الأندلس هي ثلاثة: بلاد الأندلس إسبانيا، وتلمسان، وهناك فاس. هذه ثلاث مدن تسمى الأندلس عندنا: تلمسان في الجزائر، وفاس في المغرب، هي بلاد ابن أجروم، ثم بلنسية وكثير من وقرطبة، وهذه تسمى بلاد الأندلس، ودانية وقرطبة وبلنسية. وبعد ذلك طبعا هذه الدولة سقطت، فأصبحت في أيدي الكفار، وأصبحت دولة كافرة، ولكنها كانت في يوم من الأيام دولة علم، كانت بلاد فيها العلم، مليئة بالعلم، بلاد الأندلس، وخرج منها كثير من العلماء، أبو الداني والشاطبي وكل هؤلاء من هناك. فالجيم هذه تسمى الجيم المغربية. فالعلماء كانوا يقسمون قديما المغرب إلى ثلاثة أقسام: أقصى وأدنى ووسط. الأقصى هي تونس، الأقصى هي المغرب، المغرب ماروكو. أما الوسط، الأوسط هي الجزائر، والأدنى هي تونس. هذه الثلاث مدن هكذا يسمونها: المغرب الأقصى، والمغرب الأوسط، والمغرب الأدنى، وتسمى كلها المغرب الأوحد. كانت موحدة، يعني كيف تفرقت وأصبحت كلها دول، هذه دولة وهذه دولة وهذه دولة؟ الذي قسمها هو الاستعمار، هو الذي قسم هذه الدول حتى تضعف. كل ما الدول تقسم كل ما تضعف، كل ما تضعف. المهم، في بلاد المغرب ينطقون هكذا: جاء 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 جاء، إذا جاء نص جاء جاء، هكذا جاء
نعم نعم ينطقون هكذا. نعم نعم في المنطقة التي أسكن فيها في الصحراء في الجنوب ينطقون مثل بلاد المغرب لأنها قريبة. جاء هاو جاء 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 جا. إذا جاء جاء يغلب اللهجة في القراءة يغلب اللهجة في القراءة. هذه الجيم طبعا خاطئة حتى وإن كانت في بلاد المغرب هي خاطئة 100%. والجيم القاهرية الجيم هذه خاطئة. ما هي الجيم الصحيحة؟ وهي الجيم الصعيدية. هذه جيم صعيدية أصيلة. وأنا كانت عندي مشكلة في حرف الجيم وشيخي كان دائما يقول لي أنت مغربي أنت تقرأ مثل أهل المغرب عليك أن تصلح حرف الجيم. فكانت عندي اللهجة ولكن حاولت ولكن بصعوبة ليس سهل. كنت دائما أمام المرآة أنظر فيها وأنظر إلى وسط اللسان وهكذا جا 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 حتى. والجيم عندنا يقولون معطشة يعني ليست مفتوحة هكذا أو مبلولة. معطشة يعني ما فيها ماء. جا جا هكذا جا 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 إذا جاء إذا جاء إذا جاء 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 وليس جاء وليس جاء. مفهوم يا شباب؟ نعم. طيب والكاف من أقصى اللسان أيضا. عفوا نحن في وسط اللسان. عفوا تكلمنا على حرف الجيم. أريد أهل أندونيسيا هل هم من أهل المغرب أو من أهل الصعيد أو من أهل من أو من أهل القاهرة؟ انطق. ممكن واحد من هؤلاء ينطق اثنين أو ثلاثة حتى أنا أشوف. حتى هنا يوجد جاوة يوجد سندة يوجد هذا. فطبعا فيه لهجات فيه ماذا؟ لهجات. تفضل قرب المايك. ممتاز. أنت قاهري ولا سندوي ولا أي من أي منطقة؟ لومبوكي. ينطق جيد. نعم تمام من أهل لومبوك. جاء أهل لومبوك ينطقون الجيم صحيحة. طيب أين الجاوي؟ إذن أنت صعيدي أصلك من الصعيد. تفضل. الصعيد حتى لا أنسى هي في مصر هي جنوب مصر. هؤلاء أهل الصعيد عندهم الجيم جميلة جدا ما شاء الله تحب إلا تسمع لهذه الجيم. كيف ينطقونها الله أعلم. يعني عندهم لهجة في الجيم ممتازة ما شاء الله. تفضل. أنت مغربي أنت من جاوة؟ سندة؟ سندي سندوي؟ جاوة. نعم مثل بعض. هل في واحد من سمطرة؟ طيب انطق انت. ايوه انت اذا لمبوكي انت انطق. نعم صحيح. انت من هنا من جاوة؟ سندا ايضا. تفضل الاخر. نعم صحيح. طيب إذن حرف الجيم حرف مهم. لما يسكن هذا الحرف يصبح حرف قلقلة. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا يا أيها الذين آمنوا جتنبوا.
اجتنبوا كثيرا من الظن. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن طيب هذا حرف ماذا؟ حرف الجيم. نذهب إلى الحرف الآخر وهو الشين، تسمى الشين. الشين تكون معجمة. ما معنى معجمة؟ منقوطة. إذا قلنا مهملة هذه غير منقوطة، إذا قلنا معجمة منقوطة. الشين كذلك من وسط اللسان وما يحاذيه من الحنك الأعلى، شاء 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 إش شاء إش هكذا. طيب بالنسبة للياء كذلك تخرج من وسط اللسان وما يحاذيها من الحنك الأعلى. والياء وحرف الياء نسميه مثنات، يعني تحتها مثنى، مثنى مثنى ماذا؟ نقطتان، نقطة نقطة، نقطة زائد نقطة، نقطة واحدة مفرد، نقطتان ماذا؟ مثنى. ولذلك نقول مثناه، مثنات يعني اثنان، مثنى هذا هو المقصود بالمثنات. لأن إذا قلنا الباء الموحدة المعجمة، الباء الموحدة المعجمة، فنقصد أن الباء واحدة، هذا معنى كلمة موحدة. أما إذا قلنا مثنات تحت يعني مثنى اثنان، اثنان إذن الياء اثنان. طيب نطبق هذان الحرفان بعدما عرفنا مخرجهما. الحرف الأول شاء، طبعا هي ثلاث حروف وليس اثنان حتى لا نخطئ، عندنا الجيم وعندنا الشين وعندنا الياء. ولذلك تجد كثيرا ممن ينطق الجيم شين، صح ولا لا؟ أعطينا مثال يا سهلي، يا سهلي السهل، أعطينا مثال، مثال تغيير حرف الشين بالجيم. نعم، هذا كثير عندكم، أنا سمعت كثير من الطلاب يغيرون حرف الشين بالجيم لأنه أقرب إلى المخرج، نفس المخرج، شا جا شا جا. أيوة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشاكرين، الشاء الشاء. لا، فيه حرف يكون مكسور، يكون مكسور وينطقونه بالشين، مكسور مكسور، هذا الحرف في حالة الكسر. الشمال، 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 تكون شبيهة بالجيم، وهذا طبعا يغلب اللهجة، يغلب اللهجة. طيب ثم بالنسبة للياء، الياء ليست الياء المادية التي تكلمنا عليها في الصباح، انظروا لكي لا يختلط عليكم، بعدين تقول لماذا الشيخ قال الواو ثم قال الواو مرتين. لا، نقول أن الواو هذا واو المد الذي قبله ضم، وأن الياء المد الذي قبله كسر، وأن الألف ألف المد الذي قبله ماذا؟ فتح. طيب
إذن ياء نطبق حرف الياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا يا إذن هذه الحروف ثلاثة. أريد أسمع حرف الياء، الياء المثناة طبعا وليس الياء المادية. تفضل. نعم. ارفع صوتك، لماذا خايف؟ يا هكذا، لماذا؟ يا نعسان. يا يا ليس يا يا. انظروا الحروف هذه الثلاث، الجيم والشين والياء، ترقق، تسمى حروف الاستثال. شاء وليس شاء، شاي. واحد يقول هات شاي، شاي هذا شاي صح؟ نقول شاي. هل تريد شايا؟ هل تريد كوبا من الشاي؟ الشاي شاي. وأنا دائما أقول للطلاب لا تقول من الشيطان شا 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 شا، فقل له هل تستطيع أن تقول شاي؟ يقول لا شاي. إذا قل الشيطان شا هكذا. أعوذ بالله من الشيطان. طيب الشين مرقق، الجيم إذا جاء نصر الله، إذا جاء نصر الله، إذا جاء نصر الله، إذا جاء هكذا، وليس شاء مثلا إذا جاء نصر الله فهذا خطأ. إذا جاء الجيم مرقق ثم الياء، يا يا يا. طيب خلاص مفهوم يا شباب؟ طيب مفهوم. هنا هذه الحروف نحن قلنا الحروف الأولى وهي القاف والكاف حرفان لهويان لأنهما يخرجان من اللهاء. أما الشين والكاف والياء نسميهم بالحروف الشجرية، سماهن من سمى هذه الحروف بالشجرية؟ الخليل بن أحمد الفراهيدي، بذلك نسبة إلى الموضع الذي يخرجنا منه وهو شجر الفم، أي مفرج الفم ومفتحه. إذن هذه الحروف تسمى بالحروف الشجرية، ليس الشجر، شجر الفم. فهمتم يا شباب؟ الحروف اللهوية ما هي أنت؟ اللهوية ما هي؟ الطاء. نحن لم نقل الطاء يا شيخ، لم ندرس الطاء. قاف والكاف هذه حروف ماذا نسميها؟ لهوية، احفظها. الجيم والشين والياء حروف
شجرية لأنها تخرج من شجر الفم. من سماها بذلك؟ أنت الذي تلبس الطاقية الزرقاء، من سماها بالشجرية؟ من هو العالم هذا الذي سماها بالشجرية؟ ما اسمه العالم الكبير؟ أنت لست هنا، الخليل، الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله سماها بالحروف الشجرية. مفهوم يا شباب؟ كم أخذنا من حرف للسان؟ كم حرف أخذنا؟ القاف والكاف والجيم والشين والياء، خمسة. كم بقي؟ 13. طيب، ثم قال والضاد. لما أكمل الكلام عفوا في وسط اللسان شرع في بيان حرف مهم، وهذا حرف مهم للغاية للغاية، وهو الضاد. قال والضاد من حافته إذ ولي الأضراس. من أين مخرج الضاد؟ مخرجه من حافة اللسان أو إحدى حافتي اللسان وما يحاذيهما من الأضراس التي تكون من الأيسر والأيمن. طيب، لما نقول حافة اللسان، هي الحافة هي المكان، نهاية الحافة، حافة اللسان، هذا هو الحافة. طيب، أن هنا أمام اللسان، هو بداية اللسان، الحافة تكون على الجنب. قال الأضراس من أيسر أو يمناها، والضاد من حافته يعني من إحدى حافتي اللسان وما يحاذيهما والضاد من حافتهما إذ ولي الأضراس. إذن الضاد تستطيع أن تخرجه من الجانب الأيمن، هذا أيمن ولا أيسر؟ بالنسبة لي أنا أيمن، بالنسبة لكم أنتم أيسر. إذن أنا أقول الأيمن وأنتم قولوا الأيسر، المهم أنا هذا هو يميني، هنا أنت أين يمينك؟ يمينك من هناك، إذن ستخرج الضاد من يمينك. طيب، الضاد تخرجه من اليمين أو من اليسار؟ يجوز. فمن الأيسر، أيسر استعمالا، أيسر وأكثر، هكذا، هذا أيسر يعني سهل، وأكثر استعمال، أكثر الناس يستعملونه من الجانب الأيسر، ولضو هكذا. أما من الأيمن أصعب وأقل، من الأيمن ولضو أصعب. أحسن دائما أخرج من الأيسر، تفضل سهلي. طيب، خلينا نكمل هذه العبارة، اصبر دقيقة فقط أو أقل من دقيقة، أقل. ومن الجانبين أعز، من الجانبين ماذا؟ أعز. من منكم يستطيع أن يخرج
الضاد من الجانبين في وقت واحد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج حرف الضاد من الجانبين في وقت واحد، وهذا من الإعجاز، يخرج الضاد من الحافتين معا في وقت واحد. وقال هذا أعز، هذا أعز عزيز، يعني ليس أي واحد يستطيع أن ينطق الضاد من الحافتين معا. إذن من الأيسر، من الجانب الأيسر، أيسر سهل يعني، ومن الأيمن أصعب، ومن الجانبين أعز. احفظ هذا جيدا، ومن الجانبين ماذا؟ أعز عزيز. إذن ومن اليمين هذا أصعب وأقل، ليس كل الناس يستطيع أن يخرج الضاد من الجانب الأيمن، أغلبه من الأيسر. ولا الضو سهل بالنسبة لك، أنا بالنسبة لأيسر، أنت الأيسر عندك هناك في الجهة الأخرى. نعم، لا تنظر إلي أنا وتخطئ، لا، انظر أنت إلى يمينك أين ويسارك أين. أما أنا هاو يميني هاو يساري، أنت يسارك هناك ويمينك هنا، يمينك في الجهة الأخرى. طيب، والضمير في حافته يعود إلى اللسان، لما قال من حافته إذ ولي يعني اللسان، من حافتي اللسان، هذا هو المقصود من حافته. وفي يمناها يرجع إلى الأضراس، يمناها، ولذلك قال الأضراس من أيسر أو يمناها، يعني يجوز لك من الجانب الأيسر ويجوز لك من الجانب الأيمن. من حافته إذ ولي الأضراس من أيسر أو يمناها. تفضل يا مفهوم، إن شاء الله مفهوم سهل. تفضل يا سهلي. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تمام، جيد. من ينطق أيضا؟ جيد. طبعا بعدين عندنا صفة الاستطالة في الضاد، والضاد باستطالة ومخرج ميز من الضاء، لأن هذه مشكلة وقعت، أن كثير بعض العلماء هداهم الله أخلطوا، قالوا الضاد هي الضاء ولا الضالين، ويقولون ولا الضو، وهذه مشكلة، أحدثت مشكلة كبيرة وزوبعة كبيرة. عفوا، من يقرأ؟ ليس غيري، غيري ليس غا، غو. ولو الضالين، ولو الضالين، ولو الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم، خلاص يا شباب، خلاص مفهوم. نذهب الآن إلى الحرف الآخر وهو اللام، واللام أدناها لمنتهاها. أن أخبر أن مخرج اللام ما دون أول إحدى حافتي اللسان، لا، ما دون أول إحدى حافتي اللسان، لا 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 لا. واحد مثلا يقول لا 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 لا، يجوز، لا لا لا
لا، يجوز من الجانب هذا والجانب هذا ما دون أول إحدى حافتي اللسان. أول إحدى حافتي اللسان، ولذلك وذلك لأن ابتداء مخرج اللام أقرب إلى مقدم الفم من مخرج الضاد. ابتداء مخرج اللام أقرب إلى مقدم الفم، لا ها ضاد في الداخل، ضو ضو، لا لا لا. يعني لو قلت واحد لواحد قل لا افتح فمك، لا لا، هي اللسان أرى قل ولا الضو، لا أرى اللسان ولا الضو ولا الضو ولا الضو، هكذا. ولكن بالنسبة للام ترى اللسان، مخرج اللام أقرب إلى مقدم الفم، أقرب. لا 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 أقسم، لا أقسم، خلاص. إذن هو أقرب من مقدم الفم من الضاد، ويمتد إلى منتهى طرف اللسان وما يحاذي ذلك من الحنك الأعلى، فويق الضاحك والناب والرباعية. عندنا يقول الرباعية، لا اسمها الرباعية بالفتح، الرباعية يعني الأربعة هذه. والثنية، أين الثنية؟ الثنية هذا، هذه تسمى ثنية، نحن يقولون عندنا هناك ثنية، ولكن بالعربية الثنية، الثنية نعم. الضاحك هنا، الضاحك، الناب، الناب نعم، الناب هذا، الناب. جمع ثنية والرباعيات بفتح الراء وتخفيف الياء، وهي الأربع خلفها. الثنايا هي الأسنان المتقدمة، يعني هذه هذه وهذه، اثنان فوق واثنان تحت، هذه تسمى ماذا؟ الثنيتان. الثنيتان يعني هذه وهذه، اثنان فوق واثنان تحت. ثم يعني اثنان فوق واثنان أسفل، جمعه ثنية، جمعه ماذا؟ ثنية، ثنيتان، ثنية. وهو قال الثنايا، الثنايا العليا، فهمتم؟ الثنايا العليا والسفلى، هذا يسمى بالثنية. والرباعيات نقول الرباعيات وليس الرباعيات، هي الأربع خلفها، يعني خذ اثنين، واحد اثنين ثلاثة أربعة، هذه الرباعيات، رباعية. الذين يشترون عندنا الغنم يقولون ثنية، هذه صغيرة، هذه رباعية كبيرة أسقطت الأربعة، هكذا. الذين عندنا الكبار في السن يعرفون هذه الشاة صغيرة وكبيرة من خلال أسنانها، لما يذهب يشتري الشاة يفتح فمها، نعم هكذا عندنا، وينظر إلى الأسنان، هذه خلاص كبيرة، هذه لا، ثم هذه صغيرة، ما زالت صغيرة، ينظر إلى أسنانها، نعم. ثم الأضراس، الأضراس كم عدد الأضراس يا سهلي؟ ليس سهلي، عدد الأضراس كم؟ 20 ضرسا الأضراس، من كل جانب 10، ليس 20 كلهم من جانب، من هنا 10 ومن هنا 10، المجموع كم؟ 20. بعدين لما تذهب إلى البيت في الغرفة خذ مرآة واحسب، هل أنا مخطئ ولا صحيح؟ طيب تقول تذهب وتقول هذا الشيخ صادق أو لا، هل صحيح 10 والله لا. منها الضواحك وهي 4 من الجانبين،
من بين هذه الأضراس يوجد أربعة ضواحك، أربعة من هنا وأربعة من هنا. ثم الطواحن، طبعا الأضراس 20 ضرسا يدخل فيها الضواحك ويدخل فيها الطواحن. نعم الطواحن كم؟ ممتاز، نعم 12. هذه الطواحن هي التي تأكل منها. أنت لا تستطيع تأكل، تضع طعام هكذا، تستطيع تدخل الطعام في الداخل وماذا تأكل به؟ هذه تسمى الطواحن لأنها تطحن. إذن عندك 12 طاحنا من الجانبين، يعني 6 من هنا و6 من هنا. طيب عندنا عدد الأضراس كم؟ كم ضرس عندك أنت؟ عندك 10 أضراس، ما شاء الله عليك. كم عندك ضرس؟ الحمد لله عندك 20. لو عندك 10 لابد تذهب إلى طبيب الأسنان يزيد لك يزيد لك بعض الأضراس لأنك لا تستطيع تأكل. نعم الذي لا يستطيع يأكل أين يذهب؟ طبيب الأسنان ما شاء الله يشتغل يدخل فلوس كثير. من يريد أن يكون طبيبا للأسنان؟ من منكم يتمنى أن يكون طبيبا للأسنان؟ من هو؟ ما في ولا أحد؟ نعم ولا واحد. من يريد منكم أن يشغل يضع البحل، بحل اسمه بحل هذا لكي يجمع الأسنان تكون يعني ما شاء الله منظرها جميل. طيب إذن الضواحك كم؟ 4. مبات الضواحك 4. لماذا نسميهم الضواحك؟ لأن الإنسان لما يضحك يظهر 2 هنا 2 هنا. طيب نعم هكذا. الطواحن طبعا دورها هي مضغ الطعام، هذه دور الطواحن تطحن هكذا. نعم نحن نمثل لكم حتى. ثم النواجذ وهي الأواخر، من كل جانب 2 آخر خالص. ولذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، والنبي صلى الله عليه وسلم ضحك في قصة يعني حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحك حتى ظهرت نواجذه هكذا، يعني ترى النواجذ. النواجذ هي أواخر ماذا؟ الأسنان، هي الأواخر من كل جانب 2. وطبعا ممكن بعضكم لا يعرف ما هي الأضراس، وهذا أنتم تسموها جيجي صح؟ جيجي نعم. نعم من كل جانب 2. ولذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عضوا عليها بالنواجذ هكذا، هذا هو عضوا عليها بالنواجذ هكذا بقوة، يعني لو تضع من هنا يأتي واحد يخرج لك. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. النواجذ هي آخر الأسنان في الأخير. طيب وهي الأواخر من كل جانب 2 من هنا و2 من هنا، واحدة من أعلى وأخرى من عفوا 2، واحدة أعلى وواحدة أسفل. طيب 2 فقط، واحدة أعلى وواحدة أسفل، ويقال لها ضرس الحلم. نحن نسميها بضرس الحلم. الإنسان لما يبلغ الحلم تظهر يخرج له هذا الضرس ويسمى ضرس الحلم وضرس العقل، ويتبين لك بهذا مخرج الضاد فتأمل، ويخرج ويتبين لك مخرج ويتبين لك بهذا مخرج الضاد فتأمل تأمل هذا الكلام. واللام أدناها لمنتهاها
هذا بالنسبة للام، وتكلمنا على يعني أدناها ومنتهاها، يعني من الجانبين لا لا، يعني من الجانبين الاثنين. ثم تكلمنا على الأضراس، طبعا تكلمنا على الثانية، الثانيتان، اثنان فوق واثنان تحت، والرباعيات طبعا وهي أربعة، خلفها طبعا الأنياب أربع أخر خلف الرباعيات، ثم الأضراس وهي 20 ذرصا، 10 فوق و10 تحت، منها أربعة وهي الضواحك، ثم 12 وهي الطواحن، وهناك النواجذ اثنان، واحد فوق وواحد تحت، ويسمى بضرس العقل أو ضرس الحلم. وهذه الأضراس لها دور في مخرج الضاد، لها دور في مخرج الضاد، فتأملوا يا أيها الشباب. نذهب الآن إلى الحرف الآخر وهو النون. واللام أدناها لمنتهاها، والنون من طرفه تحت جعل، أفهم أو أفهم أن مخرج النون من طرفي اللسان نا، وأمر أن يجعل تحت اللام أي قليلا نا ان أي قليلا طرف اللسان، طرف اللسان يعني النون يخرج من طرف اللسان، وقيل فوقه وهو أخرج من مخرج اللام، المهم من طرف اللسان ن ان 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 طرف اللسان ان هكذا. إذن نقول اهدنا الصراط، اهدنا، الذي ينطق يقول اهدنا ما 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 ما، يعكس اللسان يصبح هكذا هكذا نا 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 نا. إذا نا نا نون نون نون، ولما تسكن الحرف تعرفه، لما تسكن الحرف تعرف مخرجه. طيب خلاص هذا النون، النون سهل. نذهب إلى الراء، والراء يدانيه لظهر أدخل، أخبر أن مخرج. طيب كم أخذنا حرف الآن في اللسان؟ كم حرف إلى الآن؟ كم؟ 9 حروف. كم بقي؟ 11. لا نستطيع نكملهم طبعا في هذا اليوم، المهم نكمل حتى أين وصلنا لا بأس. أخبر أن مخرج الراء يقارب مخرج النون، النون الراء، وأفاد أن مخرج الراء أدخل في ظهر اللسان، أدخل في داخل ظهر اللسان، وطبعا هذا رأي السباويه، أدخل في ظهر اللسان. را 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 نا را ار را 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 ار 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 را ار ها ظهر اللسان. أين هو ظهر اللسان؟ هذا هو الظهر. طبعا أنت عندك ظهر وعندك بطن، هذا البطن والظهر هنا. الله ظهر، أقلب لسانك حتى تصل إلى الظهر، هذا ظهر وهذا بطن، البطن هو هذا باطن اللسان، أما ظاهره ظاهره هنا وباطنه تحت، باطنه لا يظهر، ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب. نحن لا نعرف ماذا يوجد في باطن الأرض. إذن ظهر اللسان، ظهره يعني هنا، هذا ظهر وهو هنا. أما نعم ظاهر اللسان هو هذا، لا تستطيع تقول الرحمن الرحمن الرحيم،
بسم الله الرحمن الرحيم، هذا لا، هذا ظاهر، أنا أريد الباطن. الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الآن نريد نطبق حرف الراء ونقف إن شاء الله عند هذا الحد. إذن من يطبق لنا حرف الراء؟ من هو الرجل الرشيد؟ تفضل قل الراء. صحيح، نعم. أنت لا يريد، لا يريد، اتركه. الراء، 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 ها اللسان، ها هكذا، هذا لسان، انت اقلبه. الراء، الراء، خلاص خلاص انتهى. نعم، من ينطق الراء؟ الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. خلاص انهينا ان شاء الله الوقت، خلاص انا فهمت الوقت، وانظر هنا وانظر هناك، ساعتان، ساعة هنا وساعة في الامام. طيب اذا انتهى الوقت يا شباب، غدا عندنا مازال نكمل ولا خلاص؟ اذا توقفنا عند حرف الراء، ومعذرة على التطويل، لأننا أردنا أن نفهمكم جيدا بالنسبة لمخارج الحروف. وانظروا يا شباب، اسمعوني جيدا، اسمع اسمع اسمع، حقيقة ليس المقصود أنك تعرف الجزرية وتحفظ المتن ولا تحسن تلاوة القرآن. أنا أنصحكم، أنصح الشباب المتواجدين هنا سواء كانوا ذكورا أو إناثا، أن يجتهد، اجتهد، اسمع للحصري. لا يكفي أنك تذهب إلى الأستاذ هو يعطيك مخارج الحروف وأنت تنام وتقول ما شاء الله أنا جلست في مجلس الشيخ عبد الكريم وعرفت مخارج الحروف. لا، أنت لم تتعلم بعد، لا بد من التلقي ولا بد من الجلوس وتسمع وتقرأ والشيخ يصحح لك، وأنت تجتهد، تجتهد في البيت وتجتهد في الفصل أو في المسجد أو في الغرفة أو في السكن، وتحاول. أنصحكم تضع في مصحفك مرآة، مرآة صغيرة تضعها في المصحف وتطبق، وتطبق ولا بأس. الآن تستخرج مثلا مخارج الحروف من الانترنت وتطبعها وتصورها وتنظر فيها. فهمتم يا شباب؟ مخارج الحروف المعروفة التي أعدها الدكتور أيمن رشدي سويد. فنحن نبين لكم المفاتيح، وأنتم ماذا عليكم؟ الاجتهاد. أنا سمعت يعني من كثير من الطلاب لا يحسنون قراءة القرآن ويحتاجون إلى التصحيح الطويل، وليس فقط حصة أو حصتين، هذا ليس كافي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لحسن تلاوة القرآن، وكما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وممن يتدبرون القرآن ويفهمونه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.